الرئيس السيسي يوجه بالبدء في مشروع أهالينا ثلاثة لسكان المناطق العشوائية. وزير الصحة والشباب والرياضة يتابعان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط المخالفين والخارجين عن القانون. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني أهالينا ثلاثة. جاء ذلك خلال تفقد سيادته سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة. المزيد في سياق هذا التقرير. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد من حي العباسية إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة السويس والقاهرة الجديدة. وقد اطلع السيد الرئيس على تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المهندسين المشرفين، موجها سيادته بتحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة الحالية، وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين. نشيل السور اللي هنا، والناس اللي موجودة دي توافق أوضاعها، إذا كان عايز بيعمل حتى باركنج لعربياته يعمل باركنج كويس، لكن احنا كدولة نعمل هنا ست حارات وست حارات، نوسع بيه الطريق من الأول للمحطة لغاية نهاية الشارع. حاضر. طيب في كوبري يوصلنا لطريق مصر الإسماعيلية، نعمل. تمام سير. مفيش والدنيا ماشية خلاص. تمام سير. خدنا قرار بإن السكة الحديدية مش هتمشي من هنا. حاضر. إن السكة الحديدية مش هتمشي من هنا، يبقى ان احنا نفتح محورين او ثلاثه على ده. حاضر. يبقى كده خلينا الشرايين اللي موجوده في المنطقه دي بالكامل بتخدم على بعضها، وغيرنا شكل ومضمون. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. لو في مشكله قول لي. احنا بدانا سيادتك نشيل في كل الاشغالات اللي هي بره دي سيادتك، كلها بنزلها دلوقتي سيادتك. احنا نقلنا الناس بتوع الهجانه يا فندم. الهجانه سيادتك احنا بدانا فيهم بدانا هناك من حوالي 3 ايام، وبقينا ناقلين حوالي سيادتك 107 اسره في اهالينا، وزلنا حوالي 106 بيت سيادتك من اصل 516 بيت، وان شاء الله يا فندم يعني اسبوع اسبوعين ان شاء الله نكون مخلصين كل الازالات. احنا بنعوض الناس، بنعادهم في شقق كويسه. تمام سيادة. كل حاجه. تمام سيادة. ولا ايه؟ بياخدوا شقق يا فندم في اهالينا يعني مكتمله، مبسوطين جدا هناك. طيب. احنا في عندنا في اهالينا امتداد. اي فندم. قد ايه؟ في امتداد سيادتك بيتعمل اهالينا ثلاثه، وفي مقترح انه يتعمل ناحيه حلوان، في قطعه في ناحيه حلوان كده حوالي 60 فدان، وفي اهالينا ثلاثه حوالي قطعه ارض برضو جنب اهالينا اثنين، ان شاء الله هتتعمل اهالينا ثلاثه. دي حوالي 54 فدان. دي تتعمل على طول ان شاء الله يا فندم. نتكلم الجهه الهندسيه ان شاء الله يخشوا يعملوها لنا خلال سنه يسلمونا ان شاء الله يا فندم، عشان يبقى عندكم دايما اماكن عايزين تخلوا حته ظروفها صعبه نخلي على اماكن مبنيه زي الفل. ان شاء الله يا فندم. ده قرار ان شاء الله يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. تابعت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام الساعة 9 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي بين الأهلي والزمالك. وأكدت وزيرة الصحة أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشباب والرياضة والداخلية، مشيرة إلى رش وتعقيم المدرجات وغرف تغيير الملابس وممرات دخول وخروج اللاعبين، كما
أوضحت الوزيرة أنه تم توفير 3 عيادات متنقلة و3 أكشاك طبية تضم عددا من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى الدفع ب10 سيارات إسعاف بينها واحدة ذاتية التعقيم، وذلك للتأمين الطبي للمباراة. واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون وعدد من القضايا. المزيد في سياق هذا التقرير. في إطار الضربات المتلاحقة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لتجار ومهربي المواد المخدرة، راصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية في الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وكذا مخدر الآيس وترويجهما على عملائهم بنطاق مديريات أمن الإسماعيلية. قامت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن الإسماعيلية باستهدافهم بنطاق دائرتي مركز شرطة القنطرة غرب وقسم شرطة الثاني الإسماعيلية، وضبطهم وبحوزتهم 245 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس ومكبس حديدي بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش و3 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 22 مليون و 150 ألف جنيه. في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة والإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط 45 قطعة سلاح ناري متنوع بحوزة عدد من الأشخاص في حملات أمنية شنها القطاع بعدد من مراكز المحافظة، منها 23 بندقية آلية و9 فرد خرطوش و9 بنادق خرطوش. في الاتجاه ذاته نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريات أمن القليوبية في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، بداخلها تم ضبط رشاشين و40 طبنجة معدلة و10 طبنجات صوت و12 بندقية ضغط هواء و32 خزينة طبنجة وكمية من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع. الورشة يديرها أحد الأشخاص بمنطقة الخنكة تم ضبطه. واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية المكبرة لضبط كافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاص الإدارة، وفي مقدمتها القضايا التي تتعلق بحماية البيئة والثروة الزراعية والداجنة والحيوانية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة من ضبط 6 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية، بداخلهم نحو 14 طن مواد بلاستيكية و4 أطنان مخلفات وعبوات كرتونية وأكثر من 1.5 طن مشتقات بترولية ونحو 16,000 قطعة أدوات منزلية بلاستيكية و1.5 طن مخلفات معدنية ونحو 2,000 قطعة أواني طهي معدنية جميعها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.